سلام عليكم، باش نبداو بالفضايح؟ اقسم بالله شي واقف في المخ، قاعدين في امان الله. بعد جيك تيتر بالبند العريض تتزم تفهم شي. جلالة قاية يطعن في قائمة بن عيسى، وبن عيسى يطعن في قائمة جلالة قاية، والوزارة تقولهم فما انتخابات جديد. كان فهمتوا حاجة من الكلام اللي قاعد نحكي فيه خويا؟ فهموني، رني بالرسم فهمت شي. نخليكم الساعة تسمعوا وبعد نتفاعلوا مع الموضوع. مرحبا بكم الناس الكل. قائمة ماهر بن عيسى تطعن في قائمة جلالة قاية، وقائمة جلالة قاية تطعن في ماهر في قائمة ماهر بن عيسى. وزارة الشباب والرياضة تطلب من الجميع الاستعداد لانتخابات جديدة وفق قوانين أخرى. بالله شنو فهمتوا بالضبط؟ يودي أنا راني شو نقول لك، نضحكوا نتغشوا نسكروا البرنامج سي علي؟ شنو نعملوا بالضبط؟ خاطر بالرسمي رانا ما نفهمين شيء. يطعنوا فيه ما نعرفش درا شنية. خليكم الساعة تسمعوا التفاصيل ومن بعد نكملوا نتفاعلوا مع الموضوع. تأكدنا أنه باش يكون فما زوز قائمات في السباق الانتخابي نحو الجامعة التونسية. الحمد لله زوز قائمات. امبارح تأكدنا واليوم الصباح بدات منافسة من نوع آخر. قائمة سيد ماهر بن عيسى تقدمت بطعم ضد قائمة جلال سيد جلال دقية. أهم ما جاء في الطعن هذايا أنه لجنة الانتخابات مكنت جلال دقية من مهلة توفير بطاقة عدد 3 إلى 8 أعضاء، وهذا اجتهاد مخالف للقانون حسب طعن الوارد من قائمة بن عيسى. والقانون واضح في هذا الإطار ويكمن في ضرورة إيداع بطاقة عدد 3 للوصل من مكتب الضبط ومن ثم البطاقة. طعن رقم 2 عدم إيداع التزكيات في الأجال يسقط القائمة، وفي حالة كان لنفس المترشحين تزكية من الفريق ذاته فإن هذه التزكية تلغى للجميع. طعن الثالث شهدت فترة عضوية معزل مستيري اللي هو عضو في قائمة سيد جلال دقية في الرابطة الوطنية المحترفة من 2016 ل 2020، عدة غيابات قبل ما يقدم استقالته وفقا للقانون الداخلي. فقد معزل مستيري صفة العضو بعد أن تغيب أكثر من 4 مرات في السنة الرياضية. الطعن الرابع محمد جليل، تواجد في نادي سيرس لفترتين نيابيتين 2016 إلى 2020، وانتظمت انتخابات الفترة الأولى وتمت في سبتمبر 2016، وانتخابات الفترة الثانية وكانت في جوان 2018، بما يفيد أنه محمد جليل قد فقد صفة نائب الرئيس بانقضاء الأجال في جوان 2020. هذه الطعون. بالله فهمتوا شي حاجة؟ والله لاني فهم شي. هذه ما عندوش الحق على خاطر غاب 4 مرات، عبارة نحكيه في مدرسة. انت خويا غبت 4 مرات برجيب الولي. يحكيوا على التزكيات، نورمالمون ما يتعطيهمش مهلة باش يجيبوا التزكيات. يحكيوا على طعون في البيتروا، لازمك البيتروا متاعك يكونوا موجودين وحاضرين، ما يعطيوكش مهلة. يقسم بالله لا فهمنا شيء، والله العظيم حايرين كيفنا كيفكم. هانا قاعدين ننقلوا في الخبر كيف ما هو. ايش باش نقول وايش باش نتكلموا؟ خلينا نكملوا نسمعوا الساعة الخنا. راح نسمعنا المقدمة من قائمة سيد ماهر بن عيسى. بالنسبة للطعن اللي قدمته قائمة سيد جلال قاية، فما تشابه في الوضعية بين بن حسن بن سامرة وهو موجود في قائمة بن عيسى مع وضعية معزل مستيري الموجود في قائمة دقية حسب الفصلين 39 و 49 للقانون الداخلي. الطعن الثاني وهذا مهم، اللاعب الدولي والعضو بقائمة ماهر بن عيسى نجيب عميل تقدم بشهادة من الجامعة تثبت خوضه ل 45 مقابلة دولية رسمية مع المنتخب، وهذه الشهادة سلمت دون سند دقيق، حيث وبعد التثبت تبين أنه خاض 19 مقابلة وهو دون المطلوب قانونيا، واللي نعرفوه تقريبا 30 مقابلة. وبالإمكان مراسلة الفيفا للتثبت من أرقام نجيب غميض مع المنتخب الوطني. طعن الثالث قدم ترشحه ولم يتقدم باستقالته من الخطة الحالية بتاعه بأحد اللجان وهو يخالف القانون. والطعن الرابع العضو بقائمة ماهر بن عيسى اسكندر كامون في فترة تواجده في الرابطة الوطنية عرف بكثرة سفره، ويطبق عليه الفصلين من القانون 39 و 49 برشا تفاصيل الحقيقة. لكن اللي والله صدقوني ما فهمت حتى شيء. والله انت سافرت 14 مرة والاخر سافر 80 مرة والاخر ما عندوش الحق على خاطره ما قعدش
من عارش أنا فترة كاملة وهو موجود ويحضر في الاجتماعات. أنا ما فهمتش، أنا واحد تقدم بأربعة طعون لآخر تقدم بأربعة طعون. يا أخوي تعرفش كيفاش؟ هذه حلة يمكن، أنا حسب رأيي هكا، نجم يكون صحيح نجم يكون غلط. سايب علينا منها الانتخابات، هذه مش لازم، سكروا البرنامج وسايبوا علينا. خلينا أخوي إيش باش نعملوا؟ ما هو كيما قالوا خرجوا، احنا وديع نجيبوه ونطلبوا منه السماح ونقولوا له خويا سير ومرحبا بيك وتفضل في دارك الكبيره واعمل فينا شنو تحب. هذم يا ربي العمل عليك مازالوا يتنافسوا، هذا اربعة طعون والاخر اربعة طعون، واحنا وين من هذا الكل الله اعلم. خليكم تكملوا تسمعوا الساعه. قال شكري حمدة مدير الشؤون القانونية وناطق رسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة التونسية التونسية، هذا باش يفوضها كل الجامعات الرياضية بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم ستكون مدعوة لتحويل قوانينها الأساسية وإعادة انتخاب مكاتبها التنفيذية بمجرد صدور قانون الهياكل الرياضية. يعني دوب ما يصدر القانون هذا قانون الهياكل الرياضية حتى الجامعة التونسية لكرة القدم اللي فما انتخابات معناها في يمسحوا لهم شواربهم الناس الكل باش تعاود انتخابات اخرى وفق قوانين اخرى، وهذا سينطبق على كل الجامعات الرياضيه. دونك كي اللي فهم حاجه يحاول يفهمنا، لكن اختصارا شنو نقولوا؟ نقولوا انه الزوز. والله يا خويا اش باش نقول لكم، كي فهمتوا حاجه فهمونا بالرسمي، فهمونا ما عاد فاهمين حد شيء. هي معلمه ذي تعن اربعه طعون ولا درا شنو يسمي فيهم، الاخر تعن باربعه طعون. وزارة الشباب والرياضة قلت لهم خويا اقفوا غادي استوب، يزيكم المشاكل يزيكم العرك يزيكم اللي انت تحب تشد والاخر يحب يشد. ويني مصلحة كرة القدم التونسية في هذا الكل الله اعلم. خويا باش نعاود نرتب البيت من الاول وجديد، وباش تكون فما انتخابات حسب القوانين الجديدة. شفت لهنا لازم الناس الكل نسمعوا الكلام، لازم سيئ خاطر لازم شكون القصف من فوق. لو كان باش تقعد فوضى وقعبيجي كي كل واحد يعمل شي يحب والاخر ينقص كيما يحب، خويا رانا معنا وين نوصلوا من الاخر. وحتى الموضوع اللي كان يحكي فيه الناطق الرسمي باسم الوزاره، خلينا الساعه نفسروا شويه للناس، راهو وقت اللي يصدر القرار تقعد 6 شهور ومن بعد الجامعات الرياضيه هي اللي تنادي الانتخابات، معناها باش تكون فتره نتاع باساسيون، خاطر مش هكاك ارقد وقوم الصباح اجا خويا فما انتخابات نحي هذا وجيب هذا. باش تكون 6 شهور ومن بعد باش تتغير القوانين الكل والهيكل الرياضي. خويا هيكل الرياضي نستناو فيها قداش عنا 4 سنين، ماذا بينا خويا تنهض بكرة القدم التونسية وعلى الأقل خلينا نشوفوا ماتش نتاع كورة فيه 90 دقيقة لعب. راه وليت الكلام هذا نحكيو عليه من بكري، فوضى والقايمة هذه والقايمة هذه، راه هذا الكل كعك ما يطير جوع. لكن الصحيح واللوجيك والمنطق واللي لازم تحكي فيه هو المستطيل الأخضر وهو المنتخب الوطني التونسي ومصلحة تونس اللي لازم تتصلح المنتخب باش نجمو نشوفو منتخبنا ينافس ونوصلو في أدوار متقدمة. ميرسي بوكو على المشاهدة، يعطيكم الصحة، نتلاقاو في فيديو جديد.